فالله حي مغيث كل أواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله وبيدك النصر كله وبيدك النصر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بنتكلم الوقت يا جماعة وفعلا بدأ الهجوم البري على غزة، بنتكلم الوقت وفعلا بدأ الاجتياح البري لغزة واحنا بنتكلم، ولكن البشريات من اول دقائق، اول ما نزلوا غزة عشرات القتلى والجرحى من اليهود بفضل الله، رغم ان اليهود بينكروا كثير من الاحداث. دبابتين النهاردة اثروهم اخواننا المجاهدين وبيحاربوا اليهود بيهم، احد كبار القواد في اليهود اثروه النهاردة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. في قتلى مننا، ايه يعني اللي بقى في شهداء مننا؟ في بشريات كبيرة جدا يا جماعة، وان كان في احزان. اخر مولد للكهرباء وقف اول امبارح، انا سمع صرخة من كل طفل صار يتيم في غزة، سمع صرخة من كل امرأة صارت في غزة، يا ام شهيد، يا بنت شهيد، يا زوجة شهيد، يا اخت شهيد. سمع صرخة من كل مسلم بيناديني وبيناديك، ألست اخي؟ انت مش اخويا؟ امال سايبني ليه؟ امال خاسبني ليه؟ انت مش اخويا؟ وسامع العلمانيين في البرامج العلمانية والاذاعات العلمانية والجرايد العلمانية وهم بيقولوا مش ناقصين حرب، وانا كمان جاي يا جماعة اقول لكم الليلة مش ناقصين حرب، والله ما احنا ناقصين حرب، انا جاي اقول فعلا نفس الكلمة، بس مش خايف من الحرب مع البشر، انا خايف من الحرب مع الله. يا امة محمد، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. لو عادنا اولياء الله مجاهدي الارض المقدسة يبقى احنا مش مستنيين غير الحرب من الله. اختار يا امة محمد، يا حرب مع اليهود يا حرب مع الله. اختاروا يا امة محمد، يا حرب مع اليهود يا حرب مع الله. انا سامع كل واحد في غزة، كل مسلم بيستغيث بينا بيقول لك ألست أخي؟ انت مش اخويا؟ هن عليك دمي ازاي؟ ده دمي ده حرمته اشد عند الله من هدم الكعبة. ألست اخي؟ هن عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعته شو بيقول لك؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. اخطر وصف للاخوه جسم واحد، جسم واحد. امبارح اول امبارح لقيت راسي من ظهري توجعني ورقبتي بتوجعني ووشي بيوجعني وعيني الم رهيب، نزلت المستشفى ودنك تعبانه. انا ودني تعبانه؟ تعبت كل ده؟ جسم واحد يا جماعه، جسم واحد. احنا مش جسم واحد؟ كمثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انت مش اخويا؟ كنت عليك ازاي؟ ده موسى لما ربنا قال له انا اخترتك قال له اخويا يا رب، اخويا يبقى نبي معايا يا رب. يوسف لما ربنا اداله الملك قال له اخواتي يا رب، اغفر لهم وهاتهم يشيلوا معايا يا رب، مش هقدر اشيل لوحدي. هان عليك ازاي؟ رضيت ازاي؟ ازاي رضيت ان انت تبقى وسط ولادك بيتولد لك مولود جديد وانا ولادي بدفنهم؟ ازاي رضيت انك تعيش امن وانا مهدد الموت بيجيلي من كل مكان؟ ازاي رضيت انك تجوع وانا انك تشبع وانا جوع؟ ازاي رضيت ان ولادك حواليك فرحانين وانا كل يوم بدفن حد من عيالي؟ ازاي مش قبلت صلاتك هي قبلت صلاتي؟ مش دينك هو ديني؟ ازاي؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل لامرئ مسلم ان يبيت شبعان وجاره جوعان. انا مش جعان، ده انا جعان وعريان وتعبان ومجروح وبتقتل. ألست اخي؟ انت مش اخويا؟ انت مش اختي؟ هن عليكم ازاي يا جماعه؟ ده عكرمه بن ابي جهل هو بيموت في اليرموك، بيموت، هيموت على بق ميه قبل ما يموت، جايين يدوله ميه، سمع اخوه عايز ميه، اداله بق الميه ومات عطشان. مستخسر فيا بق الميه ليه؟ ألست اخي؟ سعد بن الربيع لما عبد الرحمن بن عوف اسلم قال له خد نص مالي وخد اجمل زوجه من زوجاتي، انت مستخسر فيا ليه؟ ألست اخي؟ انت مش اخويا ولا ايه؟ العلمانيين قسوا قلبك عليا؟ العلمانيين يا اخي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اتقوا ربنا اللي بتتكلموا عن المجاهدين في غزه، اتقوا ربنا ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. اتقي ربنا اللي بتتكلم عن غزه والمجاهدين فيها. مثل اخواننا في غزه المحاصرين يا جماعه زي يوسف لما اترمى في الجب بالظبط، لا الاعداء لم ياخذوه الا لما اخواته رموه. غزه ما اتضربتش الا لما احنا رميناها يا جماعه. ألست اخي؟ ألست اخي؟ مش
رسول الله صلى الله عليه وسلم روي أنه قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب أن ينصره الله فيه. هتتخذل لو سبتني، هتتخذل مش لو سبتني، لا ده انت مش لو شفتني بتقتل وسكت، مش لو شفتني بتدبح وسكت، مش لو شفت عيال الخمسة النهاردة تقتل وسكت، مش لو شفتني بتقصف من السماء وسكت، ده انت لو سمعت كلمة حد قال عليها وسكت. ربنا يخذلك في الدنيا. ده انت لما بتقف لما بنصلي جماعة بتبقى صلاتنا ب 27 درجة لان احنا وقفنا جنب بعض، ولو وقفنا جنب بعض في باقي الدنيا شوف ربنا يعمل لك ايه. ألست أخي؟ ده انت ربنا وعدك يا اخويا مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم. فين ودك ليا يا اخويا؟ فين عطفك عليا يا اختي؟ فين رحمتك بيا يا اخويا؟ ربنا وعدك لو وقفت جنبي بالمعونة من الله. الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الله بقوته يبقى معاك لو انت بقوتك بقيت مع اخوك. ربنا وعدك بالنصرة من الله لو وقفت معايا. الملائكة لو قلت يا رب انصر اخواننا في غزة يقولوا يا رب انصره، يدعوا لك بالمثل. ناس ما عصتش ربنا ابدا، ناس مخلوقات ما عصتش ربنا، مش انت اللي بتدعي لي بلسان عصى ربنا. ربنا وعدك انك تقف في ظل عرشه لو حبتني. لو رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لو حبتني اخوك في غزة في الله تقف في ظل عرش الله بسبب الحب ده. ألست أخي؟ الاستعمار قبل ما يسيبني ويسيبك عمل حدود بيننا وعمل معابر بيننا. ليه استسلمت ليها؟ ليه استسلمت للحدود اللي الاستعمار زرعها؟ ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ ده المفروض لو انا عطفت في غزة اسمعك في مصر وفي السعودية وفي المغرب بتقول يرحمك الله. يا أمة محمد الأخوة العملية أن لو عطفت في غزة أسمع مليار وربعمائة مليون مسلم في العالم بيقولوا يرحمك الله. لو مرضت في غزة أسمع مليار وربعمائة مليون مسلم في العالم بيقولوا شفاك الله. لو جعت في غزة أسمع مليار وربعمائة مليون مسلم في العالم بيشيلوا اللقمة من بقهم ويدوها لي. وإلا لفرسان أقصى بقى، ولا جنود جيش محمد، ولا جيش محمد سوف يعود، ولا إحنا نافعين وهنستبدل. يا إخواني ألست أخي؟ ألست أخي؟ أنت مش أخويا؟ أنا هنت عليك إزاي؟ إزاي هنت عليك؟ إزاي سبتني؟ أنا أنت خايف من اليهود ومش خايف من ربنا؟ خايفين يا أمة محمد من اليهود ومش خايفين من الملك؟ ربنا ممكن يجيب في دولة من الدول الإسلامية اللي خذلتنا زلزال يخسرها 100 ضعف اللي كانت هتعاوننا بيه. ربنا ممكن يجيب صفقة تجارية تخسر فيها تبقى ضعف 100 مرة اللي كنت هتدفعه في نصرتي. إزاي؟ إمتى؟ إمتى هلاقيك واقف جنبي وبتقول لي إني أنا أخوك فلا تبتئس؟ ألست أخي؟ النهاردة يا جماعة، النهاردة في طريقنا في رحلة فرسان الأقصى نحو الأقصى، في خطواتنا نحو القدس، الخطوات العملية نحو القدس، في الصفات اللي لازم تتغير فيا وفيك وفيكي عشان نبقى من فرسان الأقصى، من جيل النصر، من جنود جيش محمد اللي سوف يعود، عشان تبقى سبب من أسباب النصر. النهاردة نحطم ثلاث أوسان، ثلاث أوسان وإحنا بنتكلم عن الأخوة العملية. الصفة اللي لو ما جاتش في أمة محمد انسم، كبروا على أمة محمد هي أربع مرات لأنها تستبدل بالجيل اللي هيطلع بعدنا. ثلاث أوسان لازم نحطمها الليلة، ليلة تحطيم الأوسان. الوثن الأول اسمعوا معايا درس النهاردة، عايز تركيز شديد. الوثن الأول العرب وبس، الوثن الثاني بلدي وبس، الوثن الثالث أنا وبس. العرب وبس، بلدي وبس، أنا وبس، الصح الإسلام ثم الإسلام ثم الإسلام وبس. الوثن الاول اللي هنحاربه بلده وبس. بلدي بلدهم باعوها وانا مالي اشتريها انت. بلدي اضر انا ليه؟ انا مالي؟ انا واحد من الجزائر، انا مالي بغزه، انا واحد مصري، انا مالي بالعراق، انا واحد سعودي، انا مالي بالسودان. لا 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 يا جماعه، بلده وبس اللي لازم تنتهي. لما جه التيران الثلاثه والاسد عايز ياكلهم فحصل بينهم مشكله، راح لطور قال له يا طور قال له انت عايز ايه؟ قال له لا ده انا حبيبك، ده انا هخليك باشا، ده انا هجيب الاشبال الصغيره تعمل عليك تحوطك من كل ناحيه وتحميك أباشا وتطلع في الإعلام. طب انت عايز ايه؟ سيب لي الطور الابيض اكله. اخويا اخوك ايه ده؟ انت هتبقى باشا والدنيا كلها تعرفك. ساب لاخوه وفي اخر النهار الاسود رجعت، ده في بقه كبد اخوه، وده في بقه قلب اخوه، وده في بقه لحم اخوه. شويه وجي الاسد تاني للطور، بعد ما الاعلام لمع الطور، وبعد ما الاعلام طلع الطور، وبعد ما الطور بقى مشهور في الدنيا كلها ان الطور اللي بيقول السلام، بعدها جه قال له الطور الاحمر، قال له لا اخويا، قال له ايه انت هتشتغل في الارهاب ولا ايه؟ قال له خلاص خده. لما كان اخوه الثاني فوجئ ان الاسود اللي كانت واقفه تحميه كلها بتنهش في جسمه، وعضات الم الموت بتنهش في كل حته في جسمه، صرخ صرخه يا امه محمد بيقول اكلت يوم اكل الثور الابيض. احنا اكلنا يوم اكلت غزه، اللي بيتضرب في غزه دلوقتي احنا هنتضرب بكره
والله العظيم نفس الضرب لو احنا سكت على اللي بيحصل لاخواننا في غزه. يا جماعه غزوه الاحزاب ربنا بيقول اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازدغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال. اتحصرنا هنموت هنضيع هنتذبح الوقت. طب نعمل ايه في وسط الزلزال ده؟ انا عايز اعرفك واعرفك قد ايه خطوره دعوه بلدي وبس وطني وبس. قد ايه خطوره هذه الدعوه؟ فجاه 2700 واحد من الجيش يسيبوا الجيش ويمشوا. ازاي 2700 واحد يسيبوا ده الجيش كله 3000؟ واخو اذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب، يثرب اللي هو الاسم القديم للمدينه، يا اهل يثرب احنا مالنا نشيل هم الناس اللي جايه من بره ليه؟ ده احنا مسلمين ومسلمين. لا كل واحد يشيل هم بلده بس. سابوا الجيش وكانوا هيضيعونا وكانوا هيقضوا على الاسلام في الدنيا لولا ان ربنا طلع رجاله من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله. ليه ما تبقاش انت من الرجاله دول؟ ليه ما تبقاش انت من الرجاله دول يا جماعه؟ انا كنت بقرا من فتره في غزوه تبوك بقرا عن 30,000 واحد من شتى قبائل العرب طالعين تحت رايه الاسلام يحاربوا الروم. انا والله انا كنت هرتجف اول مره اخد بالي. ايه ده يا رب يا رب ده المنظر ده؟ في زعماء ماتوا طول عمرهم بيحلموا بيه وما حققوش، في ناس فضلت طول عمرها تحلم بالمنظر ده وما حققتوش. منظر الوحده العربيه يا رب، الوحده العربيه لاول مره في التاريخ تتحقق تحت رايه الاسلام. يا كل الزعماء يا كل المسؤولين يا كل الاعلاميين يا كل الفنانين اللي عملتوا وبردت الحلم العربي، يا كل اللي دعيتوا للوحده العربيه، الوحده العربيه لم تتحقق في التاريخ الا تحت رايه الاسلام. ويبقى الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام. غزوه تبوك ضربه قاصمه لكل واحد بيدعو للوحده العربيه بره الاسلام. قبائل شتى كانوا بيقتلوا بعض وبيذبحوا بعض، فجاه يطلعوا غزوه رهيبه ويسيبوا الثمار ويسيبوا الدنيا ويستحملوا 1500 كيلو في الحر ويروحوا يحاربوا الروم ويستحملوا المجاعات والعطش الرهيب اللي كان هيقتلهم عشان الاسلام. الحاجة الوحيدة اللي وحدت كل العرب تحت راية واحدة هي الاسلام. الحاجة الوحيدة اللي خلت واحد يقول لواحد خد اجمل زوجة من زوجاتها الاسلام. الحاجة الوحيدة اللي خلت واحد يقسم ماله مع اخوه هي الاسلام. ملياردير من القاهرة عنده 40 مليار يقول لك خد 20 مليار ولا 20 مليار. هو الاسلام يا جماعة الوثن الاولاني اللي احنا عايزين نضربه وثن بلدي وبس. بلده بس. ازاي ازاي اخوك ازاي لو اخوك مات تنزل تلعب كرة؟ احنا ازاي بنلعب كرة؟ ازاي بنلعب كرة؟ دول مش اخواتنا. اللي بيموت ده مش اخويا. تجوع تشبع ازاي اخوك جعان؟ تلبس ازاي اخوك عريان؟ تنام ازاي واخوك مش امن على حياته؟ ازاي يا جماعة ازاي يا اخواني؟ الوثن الاولاني بلدي وبس. الوثن الثاني اللي عايزين نحطمه الليلة العرب وبس، القومية العربية. هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعدها بجهنمي. وثن زي هبل ومناه بالضبط. في ناس بتعبدوا الرسول سماه دعوة الجاهلية. العروبة وبس، القومية العربية دي وثن يا جماعة. لازم القومية الإسلامية هي ديننا. يعني إيه؟ لو أنت قلت القومية العربية يبقى إحنا بنلغي من قوتنا القنبلة النووية الباكستانية والبترول بتاع الدول الغير إسلامية الغير عربية الإسلامية، وبنلغي من قوتنا التطور التكنولوجي الماليزي. ولو أمريكا بكرة أسلمت مالناش دعوة بيها، إحنا مالنا. مليار مسلم على وجه الأرض لا يتكلمون بالعربية بنشيلهم من اعتباراتنا. يا جماعة ده الغرب الكفرة فهموه. أمريكا كانوا 50 دولة توحدوا بقت الولايات المتحدة الأمريكية، هي أصلا الدول المتحدة الأمريكية. 50 دولة وإحنا مش عايزين نفهم. أوروبا بتتحد تحت عملة واحدة وإحنا مش عايزين نفهم. قومية عربية طيب خلاص ماشي، بس مصر بقى محدش مصري يقول أنا عربي. ليه؟ لأن إحنا مش عرب أصلا، لأن إحنا أصلا ما كناش أعراب غير لما الإسلام خرج وجهلنا وبقينا أعراب، يبقى إحنا مالناش دعوة. يا والعربية العربية بقى لا يا جماعة، قومية الإسلامية. يا إخواني يا إخواني الرسول صلى على النجاشي الأسود في الحبشة لأنه مسلم زينا زيه صلاة الغائب لما مات. يا جماعة النبي لما صحابي جعير صحابي بجنسه قال له يا ابن السوداء، الرسول قال له أشد كلمة تتقال لمسلم، إنك امرئ فيك جاهلية. جاهلية يا اخوانا ده احنا بنقرا في القران لما بنشوف بني اسرائيل وهم متابعين لموسى ورا فرعون في موقف شق البحر لموسى عشراء اللي جاي بعد بكره ان شاء الله، كلنا بنبقى مرعوبين يا رب موسى يتشق له البحر وفرعون يتهلك. موسى ده يهودي، بني اسرائيل يهودي يا جماعه وفرعون مصري. يعني انا بقف ضد جنسيتي وبلدي ودولتي عشان الدين؟ عشان الدين. يعني انا الدين اغلى من اي حاجه؟ لما يتعارض الدين مع الوطنيه خلاص، الدين مع القوميه. الدين يا جماعه، الدين يا اخوان. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ربنا سماه رجل ليه؟ راجل ليه؟ لان الملأ الظالم ده زيهم نفس دولته، وموسى غير جنسيته ولكن اثر الدين على اي اعتبار تاني. يا اخي في الهندي او في المغربي، يا هندي اللي بتتكلم لاتيني ويا مغربي اللي بتتكلم عربي زيك
أنت مني أنا منك أنت بي، لا تسأل عن أصلي عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. يا جماعة عايزين نفهم، رشيد رضا الله يرحمه كان لما يصحى زعلان أمه تقول إيه؟ في مسلم في الصين مات ولا إيه؟ هو ده اللي إحنا عايزين، فيش حاجة اسمها العروبة وبس. لا لا يا جماعة كفاية بقى، كفاية بقى. لو جم في دولة زي ليبيا كلها صحراء قالوا اكتشفنا أعظم مناظر وآثار في العالم، الناس صدقت وراحت لقت صحراء، هتقول أنتوا كدابين؟ لو إحنا قعدنا نتكلم على الإسلام في الفضائيات مليون سنة، اللي هيجي ويشوف أخلاق المسلمين مع بعض، اللي هيجي ويشوف المسلم بيشوف أخوه بيتذبح وساكت، اللي هيجي يشوف المسلم بيشوف أخوه بيتدفن وساكت، اللي هيجي يشوف 46 دولة إسلامية ساكتين على مدينة إسلامية قاعدة تدك للنهار وساكتين، هيقول أنا لا يمكن أدخل في الإسلام. احنا اللي شوهنا صورة ديننا، احنا اللي مزقنا صورة ديننا. الوثن الثاني وثن العروبة وبس، لا يا حبيبي الاسلام. الوثن الثالث وثن انا وبس، الانانية، وانا مالي مصلحتي، ماليش دعوة. تلاقي وقت المجتمع بقى ناس انانيين، بقى ما عادش فيه اخوه. يا جماعة الموظف المرتشي ارتشى لانه مش حاسس انه بيقضي خدمة لاخوه، التاجر الغشاش ده غشك في اللبن والسكر والزيت والسمنه والجبنه، وحط لك فورمالين بتجيب سرطان في الجبنه، وحط لك مواد حافظه بتجيب سرطان في الاحذيه المحفوظه، لانه مش حاسس انه بياكل اخوه، مش حاسس انه بيبيع لاخوه. انما تخيل بقى اللي ماشي بعربيه فاضيه واخوان واقفين في المحطات هيموتوا عشان يلحقوا مصالحهم ومشاورهم وجامعاتهم زيه، ده لانه مش حاسس انهم اخواته. لو كلنا حاسين ان احنا اخوات المجتمع هيحصل فيه انقلاب رهيب، انقلاب رهيب في المجتمع لو كلنا حسينا ان احنا اخوات. انا كنت الليله يا جماعه على عجاله بحارب ثلاث أوسان، لن ننتصر إلا لو ثلاثة تحطموا، لن ينتصر ولن يكون من جيل النصر وفرسان الأقصى إلا الثلاثة عنده تحطموا. الوثن الأول العرب وبس، اللي هو القومية العربية. الوثن الثاني بلدي وبس، ان كل واحد قافل على بلده وانا مالي، اياكش تولع بلد ثانية حتى لو نفس ديني، انما بلدي ومصالح بلدي وبس. الوثن الثالث انا وبس، اللي هي الانانية. امال الصح ايه؟ الاسلام، ثم الاسلام، ثم الاسلام وبس، هو ده الدين بتاعنا، هو ده ديننا. انا عايز اقول لك غير نظرتك، تخيل كده لو انت بكره خرجت وانت نازل لقيت جارك نازل في العماره اللي فيها 300 شقه اللي انت ما تعرفوش اصلا، ده اخوك، تخيل هتعمله ازاي؟ نزلت تحت ركبت عربيتك مشيت، اللي واقف في الموقف ده مستني حد يوصله نفس المصلحه بتاعتك، اخوك هتعمله ايه؟ ركبت لو انت بتركب ميكروباص اللي بيركبوا جنبك دول اخواتك، اخواتك ولاد امك وابوك، هتعمل ايه؟ رحت المصلحه الفراش اللي عندك في المصلحه اخوك اللي بي اللي اللي, اللي بي بيعمل ادراك مش اخوك، نزلت المحل بتاعك اللي بيشتري منك او اللي انت بتروح تبيع وتشتري منه اخوك، هتعمل ايه؟ يا جماعه لو احنا صدقنا ان احنا اخوات، اخوات ولازم نجاهد عشان نعرف كل الدنيا ان احنا اخوات، لحم ودم واحد، دين واحد. تخيلوا النظره تبقى شكلها ايه؟ يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا جماعه ان الاخوه العمليه، انك انت تقف، اسمعوا بقى لان الكلمه دي اخطر كلمه في الدرس كله، الاخوه العمليه اللي مش هيحققها الا صفات جيل الا اهل النصر، انك انت تقف مع اخوك مع كل مسلم في بلدك رقم واحد، وكل مسلم في الأمة العربية رقم اتنين، وكل مسلم في العالم رقم ثلاثة. كل مسلم في بلدك، كل يتيم وفقير ومسكين وغلبان ومريض وتعبان ومحتاج، وكل واحد بتتعامل معاه إن ده أخوي. كل مسلم في الأمة العربية، مسلم غزة ومسلم دارفور ومسلم العراق ومسلم كل مكان في الأمة العربية، أخوك أخوك أخوك، إحنا أخوات يا جماعة. الحاجة الثالثة، كل مسلم في العالم، مسلم باكستان ومسلم الجماعات في 80% من لاجئين العالم أخوك. ساعتها مسلم أمريكا ومسلم أوروبا أخوك، ساعتها يبقى أنت طب أخويا هنعمل إيه؟ تنصره وتأيده وتدعيله وتقف معاه وتوصل له معاناتك لأي طريقة وينصرك وتنصره وتتصل به اتصال حقيقي وتوده ويودك، وتبقوا بالظبط زي الإخوات اللي من لحم ودم. سامع؟ سامع يا اخي، سامع؟ كل مسلم الوقت في افغانستان بيستغيث بيك وبيقول لك انت مش اخويا، سيبني الامريكان يقطعوا جيش جثتي ليه؟ سامع كل مسلمه في باكستان بتستغيث بيك وبتقول لك انت مش اختي، انت سايبه 3.5 مليون لاجئ باكستاني بسبب الزلزال الاخراني ليه؟ سامع كل مسلم في اطراف اندونيسيا بيستغيثوا بيك ويقول لك انت مش اخويا، طب انت سبتهم يذبحوني ويقطعوا راسي من رقبتي ويقعدوا يرقصوا بيها ويلعبوا بيها الكره ليه؟ سامع كل مسلم في الشيشان بيقول لك انت مش اخويا، طب امال سكت على المجازر اللي حصلت لي ليه؟ سامع كل مسلم في غزه بيقول لك انت مش اخويا، سايبنا بنتدك للنهار وحمامات الدم بتتفجر مننا وبيوتنا بتتهد ومستقبل ولادنا بيتدمر في الدنيا ليه؟ وساكت ليه؟ سامع كل فقير في بلدك بيقول لك انت مش اخويا، بتاكل وانا جعان ليه؟ كل يتيم في بلدك بيقول لك انت مش أخويا.
اخويا انت مش زي ابويا، انت ما عملتليش زي ما عملت ابنك ليه؟ اقصاها رحت رميت لي 10 جنيه في جمعيه شرعيه ولا حاجه ورحت بيتك وقلت انا بكفل يتيم، ما جيتش شفتني وشفت احتياجي وازاي اتربى زي ما ربيت ابنك ليه؟ ما جيتش معايا المدرسه تحل لي مشاكلي مع المدرسين زي ما عملت مع ابنك ليه؟ ليه؟ ألست اخي؟ ألست اخي؟ انت مش اخويا؟ يا جماعه كفايه خلاف بقى، كفايه خلاف يا جماعه، كفايه ليله القدر اترفعت في يوم من الايام عشان خلاف بين اتنين مسلمين، امال خلاف بين دولتين مسلمين؟ يا جماعه كفايه خلاف، والله الناس دي ما كسبتنا بالاباتشي والاف 16، الناس دي كسبتنا بذنوبنا وفرقنا، يا جماعه السلسله ديت سلسله يعني انا بعتبر ان هي الواحد بيحاول انه يجيب اخطر صفات النصر اللي لو لم تتغير فينا الان لن ننتصر ولن نكون جيل النصر، يعني دي مش هينتصر، لا هينتصر بس مش مين، انت هتتكنس، انت هتستبدل لو الصفات دي ما اتحققتش فيك. انا كنت بتكلم النهارده عن الاخوه العمليه، ازاي يهون علينا اللي بيحصل لاخواننا، دلوقتي اخواننا في غزه بنضربوا، هنعمل ايه؟ غزه تستغيث يا جماعه، غزه تستغيث، ايه المشاريع العمليه اللي هنعملها؟ اول مشروع عملي هنعمله يا جماعه، وده مشروع في غايه الخطوره، انا عايز كل واحد يحضر محموله بسرعه او يحضر ورقه او قلم، انا هديكم يا جماعه رقم اكتبوه، مش رقم تليفون، رقم الكود بتاع غزة، الكود والله يعلم الله احنا تعبنا قد ايه عشان نجيبه، تعبنا قد ايه عشان نوصل للكود ده، وفعلا اتصلت باخوان ليا بفضل الله كذا اخ واحد واثنين وثلاثة من غزة، اقول لهم سلام عليكم انا اخوانكم في مصر وواقفين معاكم وربنا ينصركم و و و و الكود 009705999 وبعد كده تضرب اي ست ارقام. الكود يا جماعه ده فكرته انت هتتصل هتقول ايه؟ احنا يا اخوانكم ربنا ينصركم ربنا يثبتكم. تخيلوا يا جماعه لو احنا نشرنا اس ام اسهات الوقت لكل بلادنا وعملنا ان الكل قلنا لهم ده كود غزه وبعدها اي ست ارقام اتصلوا بقى، اي ست ارقام انا جربتها كتير يعني بفضل الله، هتلاقوا حد يرد عليكم قولوا له الله ينصركم الله يحميكم ادعوا له، بلاش بقى شغل بقى المصروه بقى وغير المصروه، نظام بقى ايه؟ طب انتوا ايه حكايه المعبر ده؟ طب هو انتوا صعب تتضربوا؟ طب هو انتوا مين؟ لا مش عايزين بقى الشغل ده الوقت، احنا عايزين تدعيم نفس رهيب وفق المكالمة دي، والله ما تعرف صوابها عند ربنا ايه، ما تعرفش ابدا صوابها عند الملك ايه المكالمة دي يا جماعة، لو نشرنا وسط كل الناس انها تعملها 80 مليون مكالمة من مصر بس يروحوا لاخواننا في غزة. الكود تاني 009705999 اهو تالت اهو، وبعد كده اي ست ارقام، الكود تالت اهو 009705999 وبعد كده اي ست ارقام تضربوهم. طبعا لقيته التليفون مقفول، لقيته حاجه يعني حاجه عاديه، كمل وان شاء الله الموضوع بسيط وجربته كذا مره، ان شاء الله يا جماعه نثبت مع بعض ركعتين كل ليله الغزه ندعي فيهم ان شاء الله باذن الله، ده لازم يعني الصيام نوحد الصيام بكره وبعده ان شاء الله، بكره تسوعه وبعده عاشوراء ان شاء الله، بكره تسوعه وبعده عاشوراء ان شاء الله، بكره هيبقى درس عاشوراء والامل في الله سبحانه وتعالى ومعجزات اللي تمت في عاشوراء، بكره تسوعه وبعده عاشوراء، عرفوا كل الناس يوم عاشوراء صيامه بسنه كامله بتكفر ذنوب سنه كامله، ويوم تسوع النبي عليه الصلاه والسلام قال لئن عشت لاصومن التاسع العام القابل باذن الله، ولكن الرسول عليه السلام مات واحنا بنحقق وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنصوم وكلنا ندعي لهم عند الفطار وكل الامه في تسوع وعاشوراء ترفع ايدها، والله العظيم انا منتظر نصر عظيم من الله يوم عاشوراء ده بالذات، يوم معجزات الله لرسله وانبيائه بالذات باذن الملك الجليل ان شاء الله، باذن الله والله قادر وملك وقاهر سبحانه وتعالى، يبقى ان شاء الله وصيتكم يا جماعه بالكود بتاع غزه، انشروا في الدنيا كلها لله، توعظمونا مع اخواننا، عايزين نعلى بقى، عايزين نطلع بقى، عايزين نحسس اخواننا ان احنا معاكم، نقول لهم ربنا ينصركم، ما نتكلمش في اي حاجه، انت مين اخ ليك في الله، ربنا ينصركم بس، وان شاء الله باذن الله اهو 009705999 ثم اي ست ارقام باذن الله سبحانه وتعالى، وما تستخسرش الكذا جنيه اللي هتدفعهم في المكالمه، ربنا سبحانه وتعالى شوف نصرتك لاخوك دي ربنا ينصرك بسبب قد ايه ويعينك قد ايه ويفتح عليك، وممكن تقف في ظل عرش الله بسبب المكالمه دي بسبب حب صادق في الله ودعوه صادقه منك لاخوك. ألست اخي؟ مش انت اخويا؟ امال سيبني ليه؟ امتى يا جماعه الامه كلها هتقول لبعضها اني انا اخوك فلا تبتعث؟ امتى هنعرف انما المؤمنون اخوه؟ انما المؤمنون اخوه، انت لو اخوك ابنه عي هتستنى لغايه ما يقول لك ابني مات وتروح تمشي في جنازته؟ والله العظيم اللي احنا بنعمله ده ما هو نصره، والله يا جماعه اللي احنا بنعمله ده خلاص غزه بقت دلوقتي معزه ميتم واحنا جايين نقول لهم البقاء لله، النصره كانت من السنتين بتوع الحصار، النصره كانت من زمان يا جماعه، انما للاسف
احنا تأخرنا كتير، بنحاول نلحق على قد ما نقدر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اسمعنا خير الأخبار عن إخواننا في غزة، اللهم إنهم دافعوا عن دينك فدافع عنهم، اللهم إنهم ما ذهبوا إلى هذا المكان وما واجهوا اليهود إلا نصرة لدينك فانصرهم، اللهم إنهم نصروك فانصرهم، اللهم إنا نشهد لهم أنهم نصروك فانصرهم، اللهم إنا نشهد لأهل غزة أنهم دافعوا عن دينك فدافع عنهم، اللهم أيدهم، اللهم اقبل قتلهم شهداء، اللهم انصرهم وأيدهم واجعلنا من جندك المخلصين. والله يا رب اشف صدور قوم المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا كل ليلة مع سلسلة فرسان الأقصى أو جنود جيش محمد أو جيش محمد سوف يعود وصفات اللي هيحرروا فلسطين بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا أهل غزة.